السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم من جديد. النهاردة ميعادنا مع الدرس السابع، وهو إنتاج عرض تقديمي فعال. عرض تقديمي فعال، وإحنا عرفنا إن عندنا برنامج اسمه باوربوينت أو برنامج العروض التقديمية. طب لو جينا نفكر كده مع بعض وأسألك 3 أسئلة مهمين وعايز إجابة عليهم، فكر في مقدمي البرامج التلفزيونية ومعلميك، يعني تعالى كده إيه افتكر شكل المقدم بتاع البرنامج التلفزيوني أو أحد معلمينك مثلا وهو واقف في الفصل بيشرح لك. ماذا يفعلون لجذب انتباهك أثناء تقديم عرض، أثناء بيشرح درس مثلا أو بيتكلم في موضوع معين؟ فهو عشان يلفت انتباهك أو يجذب انتباهك بيعمل إيه؟ طيب إيه أهمية هذه الأساليب؟ إيه هي الأساليب؟ الأساليب اللي هو بيستخدمها عشان يجذب انتباهك، إيه مدى أهميتها؟ إزاي مهمة؟ قد إيه هي مهمة؟ جميل. طيب عندنا حاجة اسمها لوحة العمل، هي مخطط يبين تسلسل محتوى معين على شكل مخطط أو خطوط عريضة لعرضك التقديمي. كلام تقيل صح؟ طيب لوحة العمل دي اللي أنا الورقة والقلم اللي أنا بمسكهم عشان أعمل الخريطة بتاعتي أو المخطط بتاعي لعرض أي موضوع أو لشرح أي درس. على سبيل المثال أنا عايز أشرح لك مثلا برنامج الإكسل أو برنامج العمليات الحسابية إكسل، فهقول إن أنا هبدأ معاهم بكذا وكذا وبكذا، فهمسك ورقة وقلم وأبدأ أكتب أنا محتاج أول حاجة أبدأ بيها إزاي يحفظ شيت العمل، إزاي يعمل دالة، إزاي يعمل جدول. كل الحاجات دي أرسمها قدامي على الورقة وأعمل شكل مخطط كده للطريق اللي أنا همشي عليه في شرح الدرس أو في عرض الموضوع بتاعي، تمام؟ طيب في التلفزيون بيسموا الموضوع ده سكريبت، لما يجي يسجل حلقة أو أي حاجة بيقولك اكتب السكريبت الأول اللي إحنا هنمشي عليه في الحلقة، تمام؟ طيب دي لوحة العمل. طيب إيه هي أهمية لوحة العمل؟ 1، تستخدم لإنشاء عرض تقديمي فعال. فعال يعني بيحقق الهدف اللي أنا عايزه من البرنامج اللي أنا عملته ده، تمام؟ فبيخلي العرض بتاعك فعال، تمام؟ تاني حاجة، يمكنك استخدام الأوراق أو برنامج العروض التقديمية لإعدادها. لوحة العمل ممكن نعملها على بورقة وقلم زي ما أنا لسه كنت بقول، أو ممكن تستخدم فيها برنامج العروض التقديمية اللي هو باوربوينت اللي أنا شغال بيه دلوقتي ده قدامكم. طيب 3، تساعدك على تخطيط وتنظيم أفكارك بتسلسل. تساعدك على تخطيط وتنظيم أفكارك بتسلسل، يعني عشان تبدأ صح وتبدأ بالجزء الأولاني والجزء الثاني والجزء الثالث بنفس التسلسل والترقيم بتاعك، ولوحة العمل اللي بتعملها قبل ما تبدأ الشغل ده بتساعدك على كده. تسمح لك بسرد قصة بطريقة مبسطة، كمان بتخليك تبسط الشغل بتاعك على قد ما تقدر، تخلي شغلك بسيط عشان توصله للناس اللي قاعدة، يعني أنا بتخليني أشرح الدرس بشكل مبسط جدا للعرض اللي عشان أعرضه عليكم ويبقى الهدف منه أو الفكرة بتاعته وصلتلكوا بشكل بسيط جدا. 5، تصور نتائج العرض مسبقا. تصور نتائج العرض مسبقا، يعني أنا هعرف العرض بتاعي أو الشرح بتاعي اللي أنا هشرحه في الفصل بكرة، وأنا النهاردة بالليل قاعد بكتب لوحة العمل بتاعتي، فببدأ أعرف أنا نتيجة العرض بتاعي أنت هتفهم الدرس بشكل بسيط وبسرعة مني ولا الوضع هيبقى صعب، فبالتالي بتعرفني النتائج من قبل انا ابدا، من قبل ما اشتغل معاك وفي الفصل. تساعدك على تقديم عرض منظم ومفهوم، طبعا طالما عملت لوحة عمل نظمت شغلك وعرفت انت هتبدا بايه وتخلص بايه وكل نقطة هتقول فيها ايه، يبقى ده هتخلي العرض التقديمي بتاعك منظم ومفهوم ومبسط كمان. دي كده كانت لوحة العمل، وده جزء مهم في الدرس. عندنا قاعدة اسمها 10-20-30، ودي موجودة في برنامج العروض التقديمية. ايه هي العشرة والعشرين والتلاتين دي؟ لا يجب ان يقدم العرض التقديمي كمية هائلة من المعلومات، يعني برنامج الباوربوينت لما تيجي تعمل كذا شريحة كده وتعرضها على حد او تشرح منها لحد زي ما انا شغال معاكم كده، ما تكتبش كمية معلومات كتير في الشرايح، ما تخليش وقت الشريحة في الشرح ياخد وقت كتير، تمام؟ فهذا قد يرهق الجمهور، ويجب ان يكون حجم الخط سهل القراءة. سهل القراءة زي ما انتم شايفين كده، خط واضح اه واضح. كتير الكلام في الشريحة؟ لا مش كتير، ومعروض بص بشكل منظم ازاي. طيب ايه هي بقى 10 و20 و30 دي يا مستر؟ القاعدة دي 10 بيقول لك عدد الشرايح ما يزيدش عن 10 شرايح في شرح درس او في عرض فكرة معينة.
20 يعني مدة العرض كلها ما تعديش ال 20 دقيقة، تقل عن 20 دقيقة انما ما تعديش ال 20 دقيقة، تمام، عشان الناس ما تزهقش وما تملش منك. 30 دي اللي مقصود بيها حجم الخط، ما يكونش اصغر من 30. انتوا عارفين ان اي حجم خط بنكتبه في الوورد او في الباوربوينت او اللي هي برنامج العروض التقديمية او معالج الكلمات وورد، بنستخدم حجم خط، لون خط زي ما احنا شايفين كده. فحجم الخط هنا ما يقول لك ليس اصغر من 30، ما تخلوش اصغر من 30 عشان يبقى واضح وباين ومفهوم ومبسط للناس، تمام. يبقى احنا عرفنا ايه هي قاعدة 10 20 30 في برنامج العروض التقديمية. 10 يقصد بها عدد الشرايح، 20 مدة العرض اللي هي عدد 20 دقيقة، 30 اللي هي 30 حجم الخط بتاعك اللي انت استخدمته، تمام. عندنا كده نقطتين مهمين للحصول على لمحة عامة من تبويب عرض، نختار فرز الشرايح. عندنا في برنامج الباوربوينت تبويبات موجودة فوق اللي هي الصفحة الرئيسية وإدراج، ومن ضمن الحاجات عرض أو العرض. عشان أعمل لمحة عامة أو أبص على شكل البرنامج أو البرمجية بتاعتي أو عرض التقديم بتاعي، أعرف منين أو أبص عليه أو أجيب اللمحة العامة دي منين؟ من تبويب اسمه عرض، نختار منه فرز الشرايح. طيب حاجة كمان، أنا ممكن أستعين بتبويب تاني غير تبويب عرض اسمه تبويب تصميم. تبويب تصميم عشان تقديم اختيارات بديلة للتصميم، عشان لو أنا مش عاجبني شكل التصميم بتاعي وعايز أغير فيه، ممكن ألاقي تصميمات جاهزة على طول. ممكن أجيبها منين؟ أجيبها من تبويب اسمه تصميم، وممكن أوريكم التبويبين دول دلوقتي. أهو عندي التبويب الأولاني اسمه ديزاين أو تصميم. أهو لو أنا التصميم بتاعي اللي أنا عامله هنا ده الأشكال دي كلها أنا مش عاجباني وعايز أغيرها، ممكن أروح مثلا أختار ده من هنا كده. بص هيبدأ يغير هنا شكل التصميم بتاعي، يعني بص هنا ممكن أختار حاجة كده هيغير لي شكل التصميم خالص. أهو التصميمات كلها جاهزة أنا بختار منها، أهو عادي جدا، تمام. يبقى ده من تبويب اسمه تصميم او ديزاين بالانجليزي، بنختار شكل التصميم اللي احنا عايزينه البديل بتاعي، تمام، اهو احنا شايفين كده، تمام. طب الجزء التاني عشان اجيب فرز الشرايح اروح على فيو. فيو يعني عرض، فيو يعني عرض. يبقى تبويب عرض اختار منه اللي هي فرز الشرايح، هيعرضهم لي بالشكل ده بدل ما هو كان بصوا غير شكل عرضهم ازاي، وابدا اختار الشريحة اللي انا عايزها، وليكن مثلا الشريحة دي كده هتبدا تتعرض معايا عادي جدا، تمام، جميل قوي. يبقى احنا دلوقتي خلصنا شرح الدرس بتاعنا وهنروح على الجزء بتاع الاسئله. ما تنسوش تسيبوا الاجابات تحت الفيديو. واحد، يمكنك استخدام نقط لاعداد عرض تقديم فعال، هتستخدم ايه؟ طيب اختر علامه التبويب نقط للحصول على لمحه عامه من العرض التقديمي اللي احنا لسه كنا عارضينها دلوقتي. 3، لتغيير التصميم يمكنك الاستعانه بعلامه التبويب ايه في برنامج العروض التقديميه؟ تساعدك لوحة العمل على تقديم عرض ايه؟ معقد ولا غير مرتب ولا منظم ولا يصعب فهمه؟ يرهق الجمهور عندما يستغرق العرض التقديمي نقط من الوقت، كثير من الوقت، قليل من الوقت، بسيط من الوقت، ثواني من الوقت. اتمنى لك التوفيق واستنونا في الفيديو اللي جاي. وبالمناسبة ان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون اخر فيديو في المنهج.